حاليا بعض الناس يستهزئ بالأجواء المناخية. أي لا يجوز هذا الكلام، اللي واحد يستهزئ بالصيف أو كذا، هذه الأمور يعني عبر يعتبر بها الإنسان، يخوف الله بها عباده سبحانه، أو يظهر لهم بعض نعمه جل وعلا. عندما يكون الجو لطيفا يظهر لك نعمته، لما يكون الجو حارا أو باردا يظهر لك عقابه ونقمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشتكت النار إلى الله، قالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. يعني هذا نفس من جهنم. فالإنسان بدل ما يتطنز عندما يكون الحر شديدا، يستعيذ بالله من عذاب جهنم، يتذكر أن جهنم حارة، وأن نار الآخرة فضلت على هذه النار 70 مرة، يعني 69 مرة أعلى منها حرارة. وكذلك إذا رأى الواهي والهوى الحار وكذا، يستعيذ بالله من وهج النار وحرها وريحها. ما يعني تطنز وكذا، لكن يحمد الله على كل حال، يحمد الله على كل حال. وكذلك عند شدة البرد يتذكر الإنسان برد جهنم، جهنم عذابها حر وبرد، الزمهرير نوع من العذاب في نار جهنم، عاذنا الله وإياكم منه. فالقصد لا يجوز الاستهزاء بالأحوال المناخية وتطنز وهالأشياء هذه، وإنما يعتبر الإنسان.